ومشكورين كثير. وهاي القاعة صارت في المديرية مندرب كل الواعظات من خلالها على مواضيع، أول شيء الكفاءة في استخدام المياه، مواضيع النظافة، مواضيع حتى إنه دربوا الواعظات على أعمال السباكة، مجموعة من الواعظات دربوا بعمان وبإربد. والواعظات كمان مو بس واعظات عمان، كنا نلتقي حتى في واعظات الجنوب بالعقبة، ما يعني ولذلك كان لهم دور كبير في تثقيف الواعظات اللي هن دورهم كبير بتثقيف المجتمع المحلي. وزي ما حكيت انه السلوك، تغيير السلوك مو شيء هين، ولكن اذا وجدت القناعة بيبدأ التغيير. ولما بيكون الرابط هو رجل الدين أو الواعظة، وبيكون في فتوى واضحة إنه مثلا هذا حلال أو هذا حرام، فبصير الالتزام أسهل. هذا ما عندنا، ولسه في إشي أكثر. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. أنا هلا بدي أفتح باب الأسئلة، إذا ممكن نأخذ سؤال أو سؤالين. تفضلي رانيا. يعطيكم العافية، مقدر جهودكم ومنونين كثير لمشاركتكم. بس أنا سؤالي Thank you. يعطيكم العافية، شكرا كثير لحضوركم ومشاركتكم معنا بالورشة. بصراحة أول إشي سؤالي لحضرة المفتي بالنسبة للووتر ديماند مانجمنت أو تقليل كمية الاستهلاك للفرد بفتوى، شو رأيك لما يكون في عنا إحنا كمية مياه بتوصل لمواطنين 60 لتر بير كابيتا بير داي، يعني المواطن بوصله 60 لتر باليوم، وأوقات كل أسبوعين بتوصلوا مرة، شو بتتوقع من وجهة نظر دينية شو ممكن يعمل هذا المواطن بستين لتر؟ هاي يعني سؤال. السؤال الثاني حضرة المفتي، إحنا ما منسقي بالمياه العادمة، المياه العادمة حتى من وجهة نظر شرعية ممكن إنها تقتل الإنسان، وقتل الإنسان حرام. فيعني أنا ما يعني ما إلي بالفيلد ولا يعني ولا لا سمح الله يعني هيك بتجاوز، بس أنا بحكي لك من وجهة نظر علمية إنه التحليل والتحريم مش بس قرار ديني، هي قرار ديني علمي. فالمفروض إنه الموضوع مش توجيه من الدائرة من المؤسسة الدينية اللي ممكن توجه المواطن للحلال والحرام، والإنسان بتبع في علم. هلأ إذا إحنا بنحكي عن مياه عادمة وحلال، كارثة. To be honest, my high comment. Thank you. كلنا موافقين عليك. في تعقيب كمان. أشكرك، بس أنا بدي أجاوب. بدي أبدأ من حيث انتهيت. يعني بالنسبة للفتوى، إحنا بنحكي عن المياه الرمادية المعالج، وإحنا لما أصدرنا هذه الفتوى وضعنا ضابط إنه بشرط ألا يتسبب ذلك في إيقاع الضرر من الجهات المختصة. يعني المفروض إنه الجهات المختصة، وزارة الصحة أو سلطة المياه أو سلطة هي التي تقرر بأنه هاي المياه صالحة لري المزروعات أو غير صالحة. أما كحكم شرعي، إحنا بنصدر الحكم الشرعي يجوز، لكن بشرط وفق الضوابط الشرعية ألا يؤدي ذلك إلى وقوع الضرر. فإذا أثبت العلم اللي بتحكي عنه أنه هذه الأشياء مضرة، فلا يجوز استخدامها، لا لذاتها وإنما للسبب الذي يترتب عليها وهو الإضرار بالآخرين. هذا من ناحية. أما من ناحية كمية المياه، بغض النظر كم هي كمية الفرد من المياه، لكن ديننا الإسلامي يدعو أي فرد من أفراده إلى الاقتصاد في استخدام المياه. يعني لك أن تتصور النبي صلى الله عليه وسلم يرى سعد يتوضأ، وهذه عبادة يؤجر فيها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة وأرشد سعد وأرشد الأمة بأنه يجب عليه أن يحافظ على المياه وعدم الإسراف في المياه، حتى ولو كان الإنسان على نهر جاري. يعني حتى لو كانت كمية المياه لدى الفرد كبيرة جدا، فيجب على المسلم ألا يسرف وألا يبذر في استخدام المياه. بس إضافة بسيطة، تعرفوا الإفتاء ليس سهلا، فتوى بالدين لا تكون حقيقية تعتبر كارثة. المعلومة قبل أن يفتوا
تخرج من عندنا وتلقح 20 مرة عندهم حتى تصل لدارة حتى تصل لحالة الإفتاء. المياه العادمة مش العادمة، المياه الرمادية العادمة لا حديث عنها، المياه الرمادية مياه الوضوء، أنا حكيت مياه الوضوء، مياه المشارب في المدارس، هذه مياه يتم معالجتها وتستخدم لأغراض الري فقط، وهي حسب المعايير والمواصفات، هناك مواصفة للمياه الرمادية موجودة بالأردن، فإذا لم تكن مطابقة للمواصفات لن نقبل لا إحنا ولا هم ولا أي جهة، لأنه كمان وزارة الصحة رقابة. ما يتعلق في الفتوى الثانية عندما طرحناها، إحنا لم نقل تقليل كمية الاستهلاك، في فرق يا أخوان، في الأردن تختلف فلسفة الترشيد عن كل دول العالم، إحنا فلسفتنا في الترشيد الاستخدام الأمثل للمياه من أجل أن تكون الكمية التي تصلك كافية لاستخداماتك، ففي فرق بالنسبة لنا، إحنا لا نقول قللوا حصة الفرد حتى تكون ملائمة حسب منظمة الصحة العالمية 100 لتر في اليوم للفرد، إحنا إذا ضخينا 60 بنقول للمواطن ما هي الطرق المثلى التي تستطيع أن تتعامل معها حتى تصبح هذه الكمية كافية إليك لمدار اليوم، وبالتالي إن شاء الله الله برفع من كميات المياه، وأنتم عارفين كل ما بنخلص من مشكلة تجينا مشكلة ثانية، إنه بتصل إنه نقدر نجيب مشاريع وصير المي نرفع كفاءتها ونرفع تحسين كمية المياه وبصير مدى المية 120، فبتكون للتوضيح مش أكثر ولا أقل. شكراً دكتور. اسمحوا لي هلأ بالنسبة للأسئلة والتعليقات راح أعتذر منكم، راح يضلوا المحاورين موجودين معنا، ممكن بنهاية الجلسة ترجعوا تسألوهم، بس لحتى نقدر نكمل بالجزء المتبقي من جلستنا. أوكي تفضل. أنا مهندس فايز بدر جاي زد مصر. الحقيقة إحنا بنقول عايزين نتبادل الخبرات، ودعوة ملتقى تبادل الخبرات، إحنا عملنا الكلام ده في مصر، ياريت يبقى فيه تواصل ونقول لكم إحنا عملنا إيه وهنعمل إيه. إحنا عملنا موضوعين، عملنا توعية الطلبة في المدارس واتدربوا على السباكة فعلا واستلموا شنطة إصلاح، وبقى في كل مدرسة في واحد مسؤول سميناه أمين العهدة، هو دوت اللي مسؤول على يراجع كل الحنفيات في المدرسة ويقوم بإصلاحها بنفسه. دي نمرة واحد، الهدف استدامة الخدمة، مش انت هتعمل كله تمام وبعد كده هتمشي كل حاجة ترجع بايظة. نمرة اتنين، احنا طبقنا فعلا بس مش خلال جي اي زد، بصراحة المحافظة عملوا مشروعين لاستخدام المياه الرمادية من الوضوء في وعالجوها وبتعاد استخدامها في الري بالفعل في مسجدين كبار فيهم مسطحات خضرة كتيرة جدا واستخدمت جميل. واحنا عندنا قانون يقول لك معايير الاستخدام في الأغراض المختلفة. نمرة ثلاثة، أنا شخصيا عملت سيستم للمعالجة لأحد الفنادق من المية بتاعة الأحواض وأعيد استخدامها بعد المعالجة في الكومبينيشن ولازالت شغالة. شكرا. شكرا. هلا راح يكون بعتذر عن أسئلة زيادة لهذا البرزنتيشن، ممكن بعد نهاية البرزنتيشنز المتبقيين نطرح الأسئلة. آسفة. هلا راح يكون معنا الدكتور بسام الحايك، مدير مشروع الإدارة اللامركزية المتكاملة للحمقة، والمهندسة مهندسة سلام المومني وهي كومبوننت مانجر في ذات المشروع، راح يحكونا عن زيادة معدل الربط على شبكة الصرف الصحي في المناطق المخدومة بمحطة معالجة مؤتة المزار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much everyone. Okay. سنتحدث باللغة العربية أفضل أيضا، فمنتابع الجلسة بنحاول نعطي عرض
عن موضوع يتعلق بالحمأة، والحمأة يعني عشان كلكم عارف فيها هي أحد منتجات أو مخرجات محطات معالجة المياه كما تعرف بالسلج، فهي الرواسب التي تنتج وهي المادة الحيوية التي يتم فصلها بعد أن قامت بعملية المعالجة للمياه المتدفقة لمحطات المياه. فرح أعطي نبذة عن المشروع أو مقدمة عن هذا المشروع وما كنا نبتغي منه خلال مشروعنا مع الجي آي زد مع سلطة المياه، وأيضا المهندس السلام ستأخذ الحديث وتعطينا نبذة عن ما قامت به لتحسين عملية الوصل أو شبك المنازل على محطة الصرف الصحي في مؤتة، وهي حالة دراسية واختيارات في المملكة. كخلفية على الموضوع، إحنا نعرف أنه في عندنا العديد من محطات معالجة المياه، حوصل عددها حوالي 32 محطة في المملكة موزعة من الشمال إلى الجنوب، ونعلم أن السمرة هي المحطة المركزية زي ما ذكر صباحا، بتعالج حوالي 60-70% من مجموع المياه العادمة في المملكة. طبعا موضوع السلج هو الكميات تنتج وتقدر بكميات مرتفعة جدا، قد تصل إلى 60,000 طن كمادة جافة في السنة يعني كدراي ماتر، وبالتالي بالحالة السائلة أو بالحالة العادية كمخرجات تكون كميات مضاعفة ضعاف عن ذلك. عملية إعادة استخدام الحمأة أو حل للحمأة يتوفر للأسف حاليا فقط في السمرة وبشكل شبه كامل، يعني لساته جزئي، حيث يتم فيها معالجة اللاهوائية للحمأة واستخراج الغاز الميثين والاستفادة منه بتوليد الطاقة، ويتم تشغيل المحطة باستخدام هذه الطاقة المتأتية عن عملية الهضم اللاهوائي، بينما المتبقي من الحمأة يتم أيضا تجفيفه وإرساله إلى مكب معين موجود في السمرة. فإذا هو حل قارب على الاكتمال ولكنه ليس مكتمل 100%. المثال الثاني الموجود هو كان أيضا بالتعاون الألماني من خلال KFW البنك الأعمال الألماني في الشمال في الشلالة، محطة الشلالة، حيث تم وضع المفاعل اللاهوائي واستخدام الدايجستر واستخدام السلج لإنتاج البيوغاز أو الغاز الحيوي واستخدامه واستفادة من هذا الغاز الحيوي لإنتاج الطاقة. وبالتالي يعني تفتقر معظم المحطات الأخرى الثلاثين المتبقية من وجود هذه الآليات لاستخدام الحمأة أو لإيجاد حل متكامل للحمأة الناتجة عن المحطات. وبالتالي عندنا من المحطات الأخرى باستثناء السمرة تقريبا ما يعادل حوالي 36,500 طن بالسنة من كشكل جاف كحمأة جافة تخرج من محطات المعالجة. وبالنسبة لنا كعلميين أشخاص بيئيين أشخاص يعملوا في إدارة الموارد الطبيعية، يعلم أن الحمأة هي تحتوي على مادة كربون ولو بنسب قد تكون أحيانا متواضعة حسب عمليات الإنتاج أو عمليات المعالجة المتبعة، ولكن يعتبر هذا مصدر حيوي فاقد. إذا كان وضع بالمكاب النفايات فأنت خسرت هذا المصدر أو خسرت هذا المورد الطبيعي أو خسرت مادة الطاقة أو الطاقة الموجودة الكامنة الموجودة في الحمأة. من ناحية أخرى وضعها في المكبات أو طمرها بشكل عشوائي يؤدي أيضا لتأثير بيئي، وهو متمثل بإنتاج غازات الدفيئة الجرين هاوس غازز أو الغازات المماثلة لثاني أكسيد الكربون، وتقدر حسب حساباتنا فريق العمل طبعا مهندس السلام والمهندس محمد و أيمن ونادر مشرفين معي على المشروع بالتعاون مع سلطة المياه المهندس محمد الكوز والمهندس صفاء ما للأسف لم يستطيع أن يكونوا معنا، أيضا مع محطة مؤتة وشركة العقبة أيضا موجودين معنا المهندس محمد المحميد والمهندس فيصل السمهداني وآخرين أيضا. حسبنا الحسابات باستخدام آلية معينة، والجميل بذلك أن الآلية معينة استخرجت من مشروع آخر من الجي آي زد اللي هو إدارة خلينا نسميه أو تخفيض إنتاج أو انبعاث الغازات الدفيئة من مرافق المياه.
ومدير المشروع موجود معنا مستر سيرين رود من واكلم. استخدمت الآلية أو التول اللي كان صمم بهذاك المشروع لهذه الحسابات، وبالتالي كان في تعاون بين المشاريع المختلفة الموجودة في الأردن من قبل الجي آي زد وغيرها. فوجد معنا الرقم 100,000 طن بالسنة تقريبا مكافئ CO2 مكافئ بالسنة، وهو يعتبر موضوع بيئي يجب الاهتمام به، لا سيما إذا البلد وباستراتيجيتها الوطنية تسعى ليس فقط لترشيد استهلاك المياه وتأمين المياه، بل أيضا أن تكون كفؤة بيئيا وتقلل من إنتاجيات، تقلل من تساعد في استخدام الطاقة الأفضل في محطات المياه وتقلل انبعاث الغازات. خسارة هذا المورد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف، لأنه إذا لم أستغل الحمأة في الموقع وأستفيد من الطاقة المتأتية منها، فيتوجب علي أن أنقل هذه إلى عدة عشرات الكيلومترات، إما لمكب النفايات في الشمال وغيرها، وهو مصروف آخر عبء إضافي على تكاليف تشغيل، وبالإضافة كما ذكرت سابقا نخسر مورد مهم في هذا الموضوع. فجاءت فكرة المشروع بالاشتراك مع السلطة، سلطة المياه، والتعاون مع الحكومة الألمانية، برنامج التقنيات الاستجابة للتغير المناخي، وتمويل من البي ام زد من الحكومة الألمانية لوضع منهجية العمل المتكامل لإدارة اللامركزية للحمأة، أي أن وحدة معالجة مياه أو محطة معالجة مياه قد نستطيع أن ننظر إليها بشكل وإيجاد الحل المماثل لها في موقعها حسب الباكجراوند أو حسب البيئة المحيطة بها بهذا الغرض. فجاءت فكرة المشروع أن تم اختيار مؤتة على سبيل المثال، وهنا كان الميزة الموجودة لدينا أنه في محطة مؤتة في عندنا كميات حمأة تخرج، كميات سلاج تخرج من محطة المعالجة كسكندري سلاج خلينا نسميها، ولكن بالمقابل في مؤتة على بعد 2.5 كيلومتر في جامعة مؤتة التي يتواجد فيها 20,000 طالب، فكميات الطعام على الأقل المتبقي أو الخارج من المطبخ من عمليات الإعداد الطعام كانت تقدر على الأقل بطن من الطعام يوميا، طن من متبقيات الطعام خلينا نسميها، ولا أريد أن أطلق عليها مخلفات لأنها يمكن إعادة الاستفادة منها. وأشكر هون دكتور أيضا حسام الحمايدي وفريق الدكتور طايل حسن اللي كانوا معنا في هذا المشروع بإعداد هذا المسح وإجداد التجارب الأولية أيضا على استخدام الطعام بالهضم التشاركي. فجاءت الفكرة نضع فكرة الهضم التشاركي، ويكون بذلك الحمأة مع متبقيات الطعام، والأمل هو إنتاج أفضل للغاز الحيوي. وبالفعل يعني من الفوائد، لن أطيل عليكم، من الفوائد كانت أنه